اليوم الفيدرالية المغربية للشركات الكيماوية نظمت الجمع السنوي العادي ديالها لسنة 2022، وموازاة مع هذا الجمع نظمت ندوة مهمة حول النجاعة المائية من أجل الإقلاع الصناعي وتطوير الصناعة المغربية في الميدان الكيميائي وفي جميع المجالات. وكان اليوم تشرفنا بحضور وزير الصناعة والتجارة، تشرفنا بحضور النائب العام لرئيس مقاولة المغرب وعدة شخصيات وخبراء الذين أثرونا حول هذا الموضوع الشاسع. كما كان هناك واحد أمثلة ديال شركات مغربية التي قدمت تجربتها في النجاعة المائية. اليوم تمت اليوم الحمد لله الجمع العام في نجاح كامل، مصادقة على التقرير المالي والتقرير المعنوي بالإجماع، كما تم كذلك القبول أعضاء جدد المكتب ديال الفيدرالية مما سيمكنها من المضي قدما في مشاريعها وكل العمل تقوم بها من أجل مساعدة المقاولة المغربية الكيميائية والنهوض بصناعة الكيميائية المغربية من أجل إنجاح الصناعة المغربية بشكل عام. شكرا. À des candidatures conformément au statut. Nous en avons reçu 6, ce qui concorde avec les départs et la démission. Donc les personnes qui se sont déclarées, M. Chagard de Colorado, M. Benjamin de Daiken, M. Sadi de World Trade Engineering, M. Benjeloun de Gold Cosmetics, M. Benneni Hotman de Natura Invest, M. Ftri de la SCE. Donc, s'il n'y a pas d'objection, je vous propose de valider par ovation l'élection des 6 novembre. Bien. Monsieur Wakil quitte le bureau, on va dire, par la petite porte, mais il va rester avec nous dans le bureau, à la grande porte.